مرحبا برنج الميزان، أهلا فيك في القراءة الأسبوعية لك. راح تكون للأسبوعين القادمين. القراءة حق الطالع الشمسي والقمري، الأولى هو الشمسي اللي إذا ما انطبق معك. عزيزي برج الميزان، أنت أشوفك قانع راضي بالجانب العملي من حياتك حاليا. ما أدري ليش أحسك مو جدا متحفز أن تصعد وأن تنجز أكثر وأن تحصل على أموال أكثر. ما عندك هاي الطاقة، عندك طاقة الأكواب، طاقة الاكتفاء. حتى كرت الاعتدال أو التمبرنس، كرت برج القوس، يملك الأكواب ويملك عنصر الماء. فأشوفك قانع راضي ولكن في قرارة نفسك. أن تدرك أن الوضع الحالي هو مجرد عتبة، مجرد مرحلة. سيحين الوقت وإن كنت مرتاح وجدا خلاص حسيت ان البيت بيتك، حسيت ان هذا الوضع ممكن تعيش فيه لفترة طويلة، هي مجرد مرحلة انتقالية. اوكي، عليك ان تدرك هذا الشيء، لان اذا ظليت مخلي متاعك في هاي المكان ومخيم، سيكون صعب ان يوم من الايام تنسحب وتجد لنفسك شراكات افضل، عروض افضل، ان كانت في زواج، ان كانت في وظيفة، ان كانت في التجارة بشكل عام، إن كانت في دول احتمال أن تستقطبك في الفترة القادمة. ولكن انعزالك وقبولك بالواقع في الفترة الحالية، أحسك جدا غير متشجع من أجل التغيير. هذا اللي راح يأثر عليك في النهاية. مثل ما نقول، الطفولة أو الراحة يجب أن تنتهي يوم من الأيام. أنت مو مرتاح لأن أنت وصلت لكل شيء تبيه حاليا، أنت مرتاح لأن الوضع الحالي صار مألوف بالنسبة لك. مهم جدا أن تكون دائما جاهز ومستعد أن تحزم متاعك وتنتقل الوقت اللي يأتيك في عرض جديد، عرض أفضل، موافقة. الآن أحس أن في عنصر التوقيت مهم عندك. راح يكون بعد كل هاي فترة الركود، راح في وقت من الأوقات تصعد صعدة كبيرة. فمهم أن تكون مثل ما نقول متاعك أصلا جاهزة عشان انتقالك يكون سلس. لأن إذا انتقالك ما كان سلس ستنتهي في مطاف أو في النهاية. تحاول أن تعالج التغيير الكبير اللي أنت مريت فيه. ستمر بتغييرات كبيرة، ولكن إذا من الحين ما جهزت نفسك لها، ما أخذت الحيطة والحذر وحطيت في بالك أن في نهاية اليوم لازم إما راح أصعد بالوظيفة، وإذا كنت في زواج إما سيأتوني أبناء، لازم أجهز نفسي وأحط في بالي أن المسؤولية والتوفير وكذا كذا، أحط في بالي أن البزنس رح يتطلب مني أكثر. إذا ما حطيت هالأمور في بالك، رح ينتهي بك في نهاية المطاف وقت اللي العروض كلها جاهزة من أجلك. أنت قاعد تسوي التعادل، تأخذ كأسين، تحاول أن تحقق التوازن لنفسك في مرحلة متأخرة، في مرحلة أنت المفروض خلاص اخترت فيها العرض اللي تريده وتتوجه وتعمل ما يجب أن تعمله. راح بعدين أن تحاول أن توازن نفسك وتتقبل الواقع. الواقع أن التغيير آتي لا محالة. هذا اللي قاعدة أسمع لك، التغيير آتي لا محالة. راح أسحب لك كرتات ثانية نشوف ما هي الرسالة لك، لأن أول رسالة كانت جدا واضحة. يعني في أول رسالة كأني أشوفك مثل الطفل اللي صار مرتاح في ملابسه ويحبهم، ولكن حان الوقت أن الملابس صارت ضيقة عليه، أنه هو نمى بما فيها الكفاية، مستعد لملابس أجدد، الملابس الأجدد مستعدة له. ولكن إذا تأخرت، هذه هي الفكرة، إذا تأخرت ستصل إلى مرحلة جدا صعب فيها أن تنتزع الملابس القديمة بسبب ضيقها. طبعا تنتزع الملابس القديمة من على جسدك، فكون واعيا لهاي المرحلة ومستعد لها. المرحلة القادمة أيضا مرحلة فيها حيرة لك يا برج الميزان. هل أبقى؟ هل أرحل؟ أوكي، لديك كذا خيار ومش عارف شنو تختار. أوكي، عندك أيضا سبعة الأكواب.
تحس إن مهما تختار رح يكون كأنما خيارك خاطئ. خلينا نشوف، احتمال أيضا في ناس يحاولون يشوشون عليك. لحظة، في ناس يحاولون يشوشون عليك بسبب انشغالك، أنت مشغول ما عندك وقت أن تنتبه للتفاصيل، فعندما تأتيك العروض أو الاستمارات الطلبيات إنزين الأمور اللي لازم تهتم فيها بالعمل تحاول أن تنجزها بأسرع وقت. ولكن في أشخاص ممكن يكونون عملاء، ممكن يكونون كاستمر، ممكن يكونون الناس محيطين فيك، في محيط الأسرة، الأهل، الأصدقاء، يحاولون يزيدون على ثقلك ثقل، يزيدون على تشويشك تشويش. أنت مشغول وما تقدر تخسر وقت زيادة مع هذين الأشخاص، أوكي؟ محتاج طاقة ملك الأغصان. ملك الأغصان يجلس على عرشه ويعطي أوامر وبثقة، بسرعة يوازن الأمور، بسرعة يعرف يفصل ما بين العقل والعاطفة، ما بين. شوف هني ليش أنت معارف تفصل، لأن الكثير من الأكواب، الكثير من الأشياء، الاستمارات، الطلبات، الأشخاص اللي يتكلمون معك، احتمال في محيط العمل، يريدون منك أن تقوم بالإجراءات وتنهي أعمالهم أو تنهي توصيل البضاعة لهم مثلا. ولكن بعضهم يتعمدون أن يأخذون الكثير من وقتك، أكثر من اللازم، فأنت في حيرة، ما هو التصرف الصحيح؟ شلون أوازن نفسي؟ أنا برج الميزان، برج الاتزان، شلون أوازن نفسي ما بين الناس اللي فعلا يستحقون اهتمامي ووقتي؟ أوكي، ممكن يكون على أي صعيد عندك في الحياة، قلت لك اجتماعي، عاطفي، في البزنس، في التجارة، في أشياء مهم أن جدا تهتم لها حاليا وبشكل مباشر، وفي أشياء غير مهمة في الكواليس قاعدين مجرد ناس متمللين يحبون أن يحظون بالاهتمام ويأخذون أكثر من اللازم من حقهم منك. فجدا حافظ على اتزانك، اعرف إلى ماذا توجه طاقتك، ما هي الأكواب المهم أن تختارها في الفترة القادمة وتوجه لها طاقتك. خذ طاقة ملك الأغصان، الملك اللي ما يلاعب، ما يسمح لأحد، كل الملوك بشكل عام ما يسمحون لأي أحد يضيع وقتهم، ولكن بخصوص ملك النار ما عنده وقت يضيعه. يعرف وجود هذا الكارت يقول لي أنت تعرف نوعية هذين الأشخاص اللي يحبون يضيعون وقتك. دائما إحنا نتعامل بشكل يومي مع ناس يفيدوننا ونفيدهم، وكل واحد يروح في طريقه. هذين يحبون يحمون حولك، يضيعون وقتك، لأنهم لديهم الكثير من الوقت والفراغ في حياتهم الخاصة. عندنا وقت أربع، سوري، عندنا كارت أربع الأغصان، كارت الأساسات أو العش الجديد، الحياة الجديدة. تعرف ليش؟ لأن أنت في الفترة القادمة، غير أنك محتاج للتوازن، غير أنك الاستقرار جدا مهم بالنسبة لك، لأن هذا الشيء اللي أنت مقبل عليه، العمل الجديد أو حتى ممكن العلاقة الجديدة، بمثابة الطفل الرضيع، شيء جديد توا قدم إلى هذا العالم، فمحتاج منك الكثير من التركيز، الاهتمام، التوجيه، عشان تكون أساساتك مستقرة. عندك أربع أساسات في الأرض، إذا ما حافظت على استقرارها فسيكلفك هذا الشيء غاليا صراحة يا برج الميزان. هذين الأشخاص تحذير لك أيضا، إن إذا حاولت أن تتوازن معهم أو تكون عادلا معهم، تعطيهم الوقت اللازم، يمكن شخص أيضا يرجع لك من الماضي ويطالب أن يرجع معك العلاقة، وأنت أصلا مضيت في طريقك ومستعد للزواج بشخص ثاني. فهذا الكارت يقول لك قاتل أو صارع من أجل نفسك، لا تسمح للأشخاص أن يضيعون عليك الوقت الثمين،
الحياة الجديدة اللي بانتظارك مع الشريك الجديد، الوظيفة الحالية اللي فيها الكثير من الفرص، لا تخليهم يقللون من مستوى أدائك، أوكي؟ لا تسمح لهم، وأيضا لا تنخرط معاهم في الصراعات أو النقاشات، لأن هذولين الناس أحس إنه دائما راح يكون عندهم نقاش معاك، دائما عندهم قصة أو شيء أو سبب أو عذر. يفتحون معاك في محادثة ويظلون فيها. هذا هو التحذير لك. التحذير الثاني لك أو النصيحة الثانية، أن انعزل في عملك. في عملك وإن كنت محاط بالناس، ولكن خليك شوية غامض. كل ما قل كلامك، كل ما قلت فرصة هذين الأشخاص أن يفتحون معاك أطراف الحديث. هذه هي نصيحة التارو الذكية أو الذهبية لك أنت. أوكي، تحت ملك النار عندنا فارس الأكواب. وجودهم تحت بعض يقول لي أن تأخذ طاقة ملك النار، إنزين، جدا مسموح لك في الفترة القادمة. الملك الصريح المستقل اللي ما يحب وما يقدر أي شخص يضيع وقته وطاقته. تعرف ليش؟ لأن كل شيء في الفترة القادمة لازم ينبع من حبك لذاتك، من حبك لعملك الجديد. كأنما حط نفسك دائما بين خيارين، هل أختار الشخص الجديد، الحياة الجديدة أهم بالنسبة لي، العمل الجديد، الفرص الجديدة، ها، المالية، العاطفية، هذه أهم بالنسبة لي، ولا أشخاص راح أتكلم معهم دقيقتين يكونون موجودين في حياتي بشكل مؤقت، وبعدين أعرف أن دائما راح يخرجون أو ينسحبون. دائما اسأل نفسك السؤال الكبير، وافعل من أجل نفسك يا برج الميزان. تحرك من أجل نفسك. هني تاخذ طاقة أكتف. الطاقة الأكتف هي دائما طاقة التدخل السريع. تدخل، اختار من بين كل هالأكواب. أنت انتق، انتق الأشياء أو الأشخاص اللي لازم تعطيهم اهتمامك بشكل سريع وتساعدهم، تنهي لهم الطلبيات من الأشخاص اللي يحاولون فقط أن يضيعون وقتك. راح أسحب لك نصيحة أخيرة يا برج الميزان. ما بين سبعة الأكواب فارس الماء يأخذ كوب واحد، ينتقي المشاريع اللي يعمل عليها، العلاقات اللي تدخل في حياته. انتقد. Act as if your partner is here. تصرف وكأنما شريكك موجود الآن. هني يقول لك وإن كنت لم تحصل على كل ما تتمناه في هذه الحياة لحد الآن، مجموع الثلاثة والسبعة عشرة، عشرة الاكتمال، أنت موجود، شريكك معك ويحبك، والحياة كلها بخير. لازم تتصرف ان الامور اللي تريدها في الحياة حدثت لك. تدري ليش؟ لان هذا بيكون مثل الحماية لك. اذا تتصرف بتهور وتسمح للاخرين ان يدخلون يخرجون من حياتك على كيفهم، يضيعون وقتك على كيفهم، انت مش واعي ان هذا يأخرك عن دخول الشريك، الشريك اللي في النهاية راح تكون سعيد معه، الشريك اللي راح يسعدك وتسعده. يقول لك whether you have someone in your life or not، بغض النظر عندك أحد في حياتك أو لا، act as if they are with you so you will always consider them. تصرف كأنهم موجودين ولهم حق عليك، لهم حق في أولوياتك، في وقتك، لهم حق في الطاقة. طاقتك أنت وين توجهها ومع من؟ عملك يجب أن يكون هادف في الفترة القادمة. كل شيء لغرض. عندك ثمانية الخماسيات، لا تنسى. سو كل شيء بثقة وبغرض، وبدون أن تسمح لأحد أن يتلاعب بالأساسيات اللي وضعتها لنفسك. لأن في النهاية الشريك سيدخل في حياتك في وقت ما. هل تريد أن يدخل وأنت لحد الآن الأمور عندك مكركبة وصار لك فترة تسمح لهاي الناس أن يسوون اللي يسوونه في حياتك، ولا يدخل الشريك في حياتك انت عندك صفحة بيضة
وعلى أتم الاستعداد. شكرا عزيزي برج الميزان.